خلونا نبدأ بأول خبر معانا. مصابي كورونا في العالم يقتربون من 1.5 مليون. أشارت أحدث إحصائيات كورونا حول العالم أن عدد المصابين وصل 1,491,470 مواطن حول العالم، بنسبة شفاء وصلت 314,060 مواطن. أما عدد الوفيات بلغ 87,444 مواطن. حابة تقولي حاجة ألفت عن أنا بس بطمن منك على الرقم النهاردة. هو رئيس الوزراء إيه؟ كان بيقول من الصبح في البيان بتاعه للشعب إن احنا هنبقى من 120 ل 150، ده متوقع الفترة الجاية، والحمد لله إن ده كان في خطة الحكومة. يعني كنا بنشوف طول الفترة اللي فاتت صور بيقولك ده حجر صحي مش عارفة هيتعمل فين، وده مستشفى ميداني مش عارفين. أنا شايفة دي حاجة مش وحشة، دي حاجة بتطمنا إن احنا بلد جاهزة يا جماعة، مش مرة واحدة هنتفاجئ ومرة واحدة نقول نودي العينين فين. كان لسه السيد الرئيس بيتكلم امبارح برضه عن إضافة 6 مستشفيات جاهزين، وزي ما قال السيد الرئيس بالفعل على المفتاح، فده يطمننا ان احنا جاهزين. مش كل ما نشوف صور مستشفيات بتجهز نقلق وكاننا اتفاجئنا بالخبر او نتفزع يعني. بالظبط. طيب. احنا نطمن احنا جاهزين.